سالم. حاضر حاضر. شبك ساعة لك بهيم؟ مرسي. بس ما تأخرت عليك سيد حمدي. ليش عم ترد بوشي ولاد؟ ما حكينا شيء. شو حكينا؟ إلي أجيب لي كاستين شاي. لك اتحرك. حاضر. كأنه صوتك صاير عم يعلى لك حمدي. والله من هالشغيل بهيم اللي عندك. والله الشغيل اللي عندي مو بهيم بنوم. لا سيدي، بهيم ونص، ما بيعرف يحترم الزبائن اللي مثلنا. والله إذا مو عاجبك سالي بلا منا قعدتك هون عنا بالقهوة. دلعنا لك دبور؟ والله أنا ما عم قلعة، بس كيف ما بدك تعرف أعربها. نحن قاعدين بمصارينا، مو من حقك تقلعنا يا دبور. يا ولد يخلي مصاريك بجيبتك وخشخش فيه. ولد هي كبيرة كتير. والله الكبيرة أخت الصغيرة. شو عليه؟ شرف سالي. مري مع عمي. ما بقى بدي شوفك وزويز بالقهوة، ولا تنسى تشطف بالليل قبل ما تسكر. ايه مو على عيني، تأمر أمر. لا حدا يقرب عليه منو وقعدت القهوة بلاها. شو سمعت انت وياه؟ بس هذا الزغبي طاول على اسياده وما بصير نسكت له بنوب. عمي ابو حمدي معليش. عمي ناجي معليش، كل واحد له حسابه، انت بالذات بعد عمي. ماشي بس من بعد اذنك عمي ابو حمدي، هاي الشغله ما رح تمرق بنوب. يا بي خذ ناجي وروح اسهروا قهوه التايبين، من اليوم ورايح ما بتسهروا الا هيك. امرك يا بي. شرف ابو الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. كان لازم ضربة تذكرنا فيها على طول. نحن عنا رجال قد كل زعرنتو. انت يا ابو ناجي عمل حالك انك مسامحه، اهدى شوي ليجي اليوم يلي عم يستناه فيه. عطا ابو عطا. شو ما بعدنا؟ سمعنا انه بدك تبيع بيتها. بدك مين قال هالحكي؟ شيخ كل الناس عم تحكي فيها ابو عطا. لا يا سيدي، انا ما بدي بيع بيتي، ما بدي بيعه. ابو عطا لا تستحي مني، بعدين انا عندي زبون بيطلع وشي عندي. شيخ لك قلت لك ما بدي بيعه. ها انت ما بتفهم؟ لك طول بالك، ليش ضايج علينا يا زلمه؟ انا حبيت اخدم على كل حبيبي. ايمتى ما بتحب تبيعه اللي انا بجيب لك سعر ما حدا بيجي. لكن اللي عملوش شيء. يا ابو عدنان لك هاي الحركات تبعك اللي ما بتبطلها، شايف شواربك هدول؟ بدي انتف لك ياهم شعره شعره، فهمتوا؟ لا شو عملت انا ابو شو عملت؟ ما بتعرف شو عملت يا واطي. ما ايه في واطي. الله وكيلك ووكيل السماء والارض. اني انا ما بدي اتمشكل معهم ولا بدي اعلق معهم، بس شيت انه يهينوا شغيلي، اي والله ما برضاها. ولا انا برضاها يا خطاب. ويلي بدي اياه منك انك ما تتعلق مع ابن ابو ناجي، ولو شو ما ساوى طول بالك عليه، الله يرضى عليه. بس كمان اذا ضلوا عم بوسخوا بالحاره ويقللوا ادا، انا ما بضمن حالي اني ما اتشركل فيهم واعمل لهم شيء نعره هز لهم بدنهم. واذا قلت لك لو قللوا ادب لا تتعلق معه، شو بتقول؟ امرك. ما قلت لي في شيء اخبار عن حريم ابو ماضي؟ لا والله ما في اخبار يا عم ابطا. بعدين انا خلاص شلته من راسي. طيب وهني شو ذنبهم يا خطاب؟ ما
ما لهم ذنب يا عم يا بطل، ما لهم ذنب. بس ما بعرف انا يعني من يوم اللي انقتل اخي نزار صاروا كل بيت ابو ماضي عدواتي بما فيهم الحريم اللي بالبيت. انا ما بلومك يا خطاب، بس دير بالك على حالك. من مين؟ يا عطار حمدي انا ماني بيمك، انت اولاد عمك طلعوا منا. شو في شو وجعك يا حمدي؟ طلع منا دبور. انا اللي بطلع منا لعيونك، بس انت كمان بدك تطلع منا. جابر حمدي رمزي بعدوا عن بعض كل حلوة برمي بقى. شو في دبول؟ في انه ولادك وابن اخوه عم يشدوا مراجل فاضية، فالاحسن لك وقلو انك تسحبهم من هون. ما عنا بتحركين هون دبور. حمدي امرك عمي. شو في عطاه؟ ما في شي سلامتك، شغلة ناكتة. يلا يا شباب كل واحد على انتو، صب شاي للشباب يا سالي. ايه على عيني على عيني معلم. يلا سالم يلا. ضربت ابن عمك يا عطا. لك يا ريتني ضاربه، بس المشكله انه ما لحقت استاوله، ما لحقت. لك هو ما دخله يا ستي، لك ما دخله. كل ما لعنت علي اكثر واكثر بين اخواتك وجوزك اشرف. جوزي يا ابي من اخره، ولا تزعل مني، هذا ما هو ابن عم. شو يعني؟ صار غريب هلا؟ واكثر من غريب. راسه لا راس. يضلت ابن عمك من لحمك ودمك. شو ما عمل معكم؟ لك يا ابي ببوس ايدك، انتو ربيتونا انه ابن العم مثل الاخ، ابن العم ما بيغدر، ابن العم ما بتحب الظهر. لك يا ابي ما راح يتجوزها، ما راح يتجوزها. هم بقى يا ستي لك مو منه، مو منه. مثل ما قالت ستك يا ابي، اشرف ما بيساويها. لما اتقرب عليه يخرب بيتها النزيهة، يخرب بيتها على عمايلها. طيب يا ابي كرمالك، بس وحياة الله كرمالك. ولا شيء فراما خطي. شبه خطا لك عم قول هذا اشرف امو ناوي يحل عن اولاد عمه لحتى يذبحوا بعضهم البعض. الله يصلحه ويهدي احسن شيء اخي. هذا كله من الوز اللي عم ينوز براسه. ايه 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 مين عم يوز براسه؟ مين يعني؟ مين غير ابوه؟ الله يهدي. يلعن الجوز ما اصعب فراته. ابن العم ما بيمد ايده على ابن عمه الا اذا كان في شغله كبيره. اخي هدول هيك بيت الصواف، كل يوم والتاني في خناقه بيناتهم. والله يا حمدي انا ما يكون عندي ابن عم ويمد ايده علي لاكسر له اياه. هذا لانك قبضاي ابو الناش، قبضاي وابن اصول. بدي لك شغله يا حمدي، هذا اشرف ما عجبني وما بدي اياه يرافقنا بنوب. لك عطري مسكك بالحاره بده يضربك وانت ولا على بالك. ما صار شي يا ابي، ما صار شي. لك شو ما صار شي؟ جاي وشك ما عم يتفسر. يا ابي انا ما بدي اتخانق مع حدا من اولاد عمي. لسا بدك اياها ولا؟ ما بدي اياها، ما بدي اياها، ولا عاد بدي اتجوز بنوب. ولك ان شاء الله 60 عمرك ما تتجوز. رح تتظلم انت اللي بده يجوزك. حسابي كبر معكم يا بيت عمي، كبر كتير وصار لازم ردوا الطاعة عشرة. لا يا مولا، بيت الصواف ما بيحبونا، لو كانوا بيحبونا كان اجوا واسونا. من يوم راح المرحوم اخوكي ما شفت حدا منهم. وهن كمان يا مو الله يعينهم، يعني مصيبه رايحه مصيبه جايه عليهم. لا يا مولا، مو مثل مصيبتنا باخوكي. عذريهم يا مو، عذريهم. من اليوم ورايح ما بقى يعذر حدا بهالمصيبه، بين محبي من عدوي. روحي شوفي مين على الباب، روحي. طيب حمدي انتوا ليش ضدهم بالحاره؟
أخي كان في بيناتنا شغلة كبيرة وخلصت. وبدي أعرفها حمدي. لك أنا بناج لك أنا. أنت ما بتخبى عنك شيء أصلاً، كل حارة صارت بتعرفها. طب أحكي لنا. يلا رح ساوي شاي وبرجع بحكي لها.